احنا قبل يعني سنتين ثلاثه هنا كنا نقاتل كل ابناء الشعب العراقي في خندق واحد وتجاوزناها، واذا كان هناك نعمه من وراء ازمه داعش هو هذا الطيف المجتمعي وهذه الملحمه اللي قدمها الشعب العراقي. زين، اعادتنا الى هذا المربع بهذه الطريقه مو صحيح. جزء من رفض بشده لهذا الخطاب وعودته مره ثانيه هو احنا اساسا نعاني من غياب اللحمه الوطنيه. زين. نعاني من ظاهره التنافر المجتمعي. توه خرجنا من تظاهرات وانقسامات وغيرها. فنذهب الى هذه القضيه وهذه البضائع الفاسده، اكيد هذا راح يعمق الجراح في داخل الشعب الذي نحتاج منه الى حاله هدوء واستقرار حتى يتوجه الى عمليه اصلاح حقيقي للعمليه الديمقراطيه من خلال الانتخابات. زين.